وسهلا ومرحبا لاحلى متابعي لقناه بسمه الحلويات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه اليوم هي وصفه صيفيه بامتياز، ايضا هو عصير البطيخ او الدلاع، عصير منعش ولذيذ ورائع خاصه في هذه السخانه، يبرد لنا على قلوبنا. واش نقول لكم، يجي رائع جدا. راح نحضروا العصير مع بعض، راح نتحدثوا على الفوائد الكبيره جدا تاعو، خاصه اللي حابين يتبعوا حميه غذائيه. ان شاء الله انه الفيديو ينال اعجابكم، ونروحوا نحضروا العصير مع بعض. نحتاجوا العصير البطيخ تاعنا الدلاع، نحتاجوا له دلاع بطبيعه الحال. هنا بررت 3 بروش، تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا. نحيت لهم العرف العلف هذا، نحيو لهم سهله. برجوا تاعكم الدلاعه، ومن بعد بالفرشات نحيوها هكا يتنحى لكم بسهوله. نحتاج ورقه تاع النعناع، نحتاج شرائح تاع الليمون، ونحتاج عصير نص حبه ليمون ولا حبه كامله حسب الذوق، كي تذوقوه يجيكم كيف يجيكم مليح. نروحوا لطريق راح نرحي الدلاع تاعي بالبلندر، تحبوا تريحوه بالبراميكسور المتوفر عندكم في المنزل. نحط تاعي قطع الدلاع، ونحط معاه عصير الليمون. هنايا تحبوا نص حبه، تحبوا حبه تزيدوا اكثر تقلوا، هنا حسب الحموضه كيما تحبوا. والمزيج تاع عصير الليمون والبطيخ يعطينا واحد المذاق لذيذ ورائع. واش نقول لكم، لازم تجربوه، ويجي منعش جدا مع السخانه هذه، مع لي غلاسون يجي رائع جدا. فوائد البطيخ كبيره بزاف. يحتوي البطيخ على 90% من الماء، وفيه الياف تساعد على تناول كميات اقل. كي نشربوا كاس تاع عصير البطيخ راح يحسسنا بالشبع، وهذا مفيد خاصه اللي يتبعوا حميه غذائيه. مليح تاني اللي يدير سبور، يساعدهم على الالام تاع العضلات، مليح لصحه القلب، مليح للبشره، يرطبها ويعطيها نضاره. عنده فوائد بزاف كبيره، لازم نستغلوه ونشربوه، تشربوه كعصير ولا ناكلوه، بما انه راهو الموسم تاعو وماهوش غالي في الثمن، نستفادوا من الفوائد الغذائيه تاعو. بعد ما ترحى معنا تاعنا العصير كما تلاحظوا، هكا يكون العصير تاعنا جاهز. دروك شنو راح ندير، نجيبوا الطاسه اللي راح نحطوا فيه، نحطوا فيه قطع الليمون تاعنا، ونحطوا الرويشات تاع النعناع. هنا تحطوا ورق النعناع حسب الكميه تاعكم، حط هنايا الاغصان. وهنايا هنا تحبوا تصفيو تاعكم العصير، تحبوا ما تصفيوهش، كل واحد كيما يحب. انا حنخليه هكاك بالالياف تاعو، لانه تجي الفائده الغذائيه احسن. العصير هكا يكون تاعنا العصير راهو جاهز، نحطوه في الثلاجه من ساعه لساعتين، ونقدموه مع لي غلاسون. دوك نروحو لصحن التقديم ونقدموه مع بعضنا مع العصير تاعنا. العصير تاعنا اصبح جاهز بعد ما خليناه لمده ساعتين ولا ثلاثه حتى برد مليح، وطلق هذاك الليمون اللي حطينا له والنعناع. واش نقول لكم، قد ما نقول لكم بنين بنين بنين، ما نوفيش حقه، لازم تجربوه. نحطوا لي غلاسون، نحطوا العصير تاعنا، نزيدوا نحطوا له قطع الليمون، ونزينوه بالنعناع من فوق، يعطينا واحد المذاق ولا اروع، زائد الفائده الغذائيه تاعو. واش نقول لكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام.